الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. نحو 2 مليون حاج يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. مقتل 8 جنود إسرائيليين في غزة جراء إطلاق صاروخ على مدرعة تقلهم وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37,296 شهيدا. تمام 6 مساء في القاهرة. السيدات والسادة، كل عام أنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من قناة النيل للأخبار، ولكن بعد هذا الفاصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تبادل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب السيد الرئيس في تهنئته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية التهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا. هذا وقد تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرقي والازدهار. يواصل حجاج بيت الله الوجود بمشعر عرفات للوقوف على صعيده الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفراتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مفعمون بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة وتحفهم العناية الإلهية، توجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار. متابعة أمنية مباشرة واكبتها قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم. وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، تم توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء مشعر عرفات وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.
وفي هذا اليوم المبارك يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ليبدأوا مع غروب الشمس نفرتهم إلى مزدلفة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم تقوم جموع الحجيج بأداء صلاتي المغرب والعشاء وجمع الحصى لرمي الجمرات، ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بات فيها وصلى الفجر. أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعقلي أن الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، جاء ذلك خلال خطبة عرفة التي ألقاها بمسجد نامرة، حيث حث حجاج بيت الله الحرام على اغتنام الفضل العظيم خلال وقوفهم بمشعر عرفات الطاهر. وقد أكد الشارع الحكيم وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، بل اعتبر الشرع أن التعدي عليها جريمة تكون سبباً للعقوبة. ومن هنا كان الحفاظ على هذه الضروريات من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن، ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في الدنيا، وبفقدها تختل الحياة ويكون الإخلال بها سبباً لعقوبة الآخرة. ولذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالدين ضرورة، إذ لا غنى للإنسان عن طاعة ربه وعبادته التي خلق من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أعلنت حركة حماس أن مقاتليها استهدفوا جرافة إسرائيلية من طراز دين عين بقذيفة الياسين 105 في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في حوالي الساعة 5 فجرا تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، أدى إلى انفجارها على الفور، واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع جنود الاحتلال النائمين بداخلها، ما أدى إلى مقتلهم واحتراق المركبة. من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية إن الطريق الوحيد لإعادة المحتجزين الإسرائيليين هو انسحاب إسرائيل من غزة وإنهاء هجماتها على القطاع، وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين. جاء ذلك في رسالة مسجلة للمتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، وهذا وتشير إحصائيات إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 100 محتجز داخل غزة، رغم إعلان السلطات الإسرائيلية اعتبار 40 على الأقل في أعداد الموتى.
استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العدوان يومه 53 بعد 200. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا في قصف استهدف حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وسط وشرق وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت دبابات الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسفت مبان سكنية شمال مخيم النصيرات. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة إلى 37,296 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أعلنت أن عدد الإصابات في قطاع غزة المحاصر بلغت 85,197 خلال 253 يوما من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر. وأضافت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة ماضية راح ضحيتها 30 شهيدا و95 مصابا. وقالت السلطات الصحية في غزة إن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. مشاهدينا في كل مكان، وعودة إلى الأراضي المقدسة، حيث ينضم إلينا الآن من مشعر عرفات دكتور يوسف صفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي. دكتور يوسف أهلا بك، كل عام أنتم بخير. ولو أردنا أن نطمئن على أحوال الحجاج الآن فماذا لديكم؟ وين؟ لو أردنا أن نطمئن على أحوال حجيج بيت الله الحرام في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة فماذا لديكم؟ تحديدا من عرفات. صحيح، نعم نعم تفضل. من عرفات مكة المكرمة. من عرفات، من عرفات الله. نعم تفضل سيدي. دكتور يوسف، دكتور يوسف هل تسمعني؟ دكتور يوسف، دكتور يوسف هل تسمعني؟ إذن سنعود الاتصال مرة أخرى بدكتور يوسف الصفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي. بجوار الكعبة الغراء.
من جديد مشاهدينا في كل مكان، نعود إلى الأراضي المقدسة حيث ينضم إلينا من مشعر عرفات دكتور يوسف أصفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي. دكتور يوسف أهلا بك، كل عام أنتم بخير. دكتور يوسف لو تسمعني، نود أن نطمئن على أحوال الحجيج على عرفات الله. الصفيان دكتور يوسف الصفيان، دكتور يوسف الصفيان هل تسمعني سيدي؟ صحيح. دكتور يوسف الصفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي، لو تسمعني سيدي نود أن نطمئن على حجيج بيت الله الحرام في عرفات الله. أيوة، من تحديدا من عرفات، تحديدا من عرفات. صحيح، نعم نعم سيدي، لك الكلمة سيدي. دكتور يوسف، دكتور يوسف صفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي، هل تسمعني سيدي؟ دكتور يوسف. ايوه سيدي، مرة أخرى يعني نحاول أن نطمئن على حجيج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، لو أردتم ذلك فعليك الكلمة سيدي. يعطيكم العافية جميعا. يمكن ما على صعيد عرفات وحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن، نسعد جميعا بخدمتهم وتقديم الرعاية الصحية الطبية لهم، ويمكن الوقوف على احتياجاتهم الإنسانية والصحية. نقف جميعا اليوم بكوادرنا بكافة خبرات الزملاء في مختلف القطاعات للوقوف على احتياجات حجاج بيت الله الحرام في هذا المشهد العظيم وفي هذا اليوم المبارك. ونحن نشهد يمكن الحجاج يعني من على صعيد عرفات يعني متجهين نحو بركات ربهم وطلب يمكن هذا الدين العظيم وما يقدمه الحجاج من 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 دعوات ومن من تجمع ديني حقيقة نشهد اليوم في صعيد عرفات. نعم، أيضا يعني اسمح لي أن نتوجه لكم بخالص التحية سيدي على ما تقوم به المملكة العربية السعودية من تسهيل لإجراءات حجيج بيت الله الحرام. الشكر موصول لكم كذلك. نعم، يمكن حرصنا في المملكة على أحد مستهدفاتنا الاستراتيجية هي تحسين تجربة الحاج وتقديم أفضل وأجود أنواع من الخدمات سواء الإسعافية والصحية وغيرها من الخدمات. تبدأ رحلة الحاج يمكن بمجرد يمكن خلينا نقول اختيار المرشحين من الحج من مختلف الدول ووصولا إلى يمكن عودتهم إلى وطنهم. التأكد من كافة مسار هذه الرحلة أن تكون على خلينا نقول أكمل وجه، والتأكد من أن الرحلة تمر يعني بسهولة جدا سواء في مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية، كذلك وصولا إلى طرق الحاج البرية ووصولا إلى العاصمة المقدسة، وكذلك مرورا بالمشاعر وانتهاء بطواف الوداع وانتهاء الحجاج، البعض منهم يمكن ينتقل الى المدينه المنوره ورجوعا الى وطنه. صحيح. دكتور يوسف، نعود الى مشعر عرفات، وكما نعلم جميعا ان عرفات كله موقف، لاحظنا الحمد لله لا يوجد اي تدافع، الامور تسير بمنتهى السهوله واليسر. حدثنا عن هذه الجزئيه وعن هذه الاريحيه التي يلقاها الحاج على صعيد عرفات. صحيح، يمكن في يمكن كثافة في خلينا نقول الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات لضمان مرور الحجاج بمسارات محددة سواء على طرق المشاة أو حتى على محطات القطار وغيرها، وتأكد من استيابية الحركة، حركة الحجيج من مختلف يمكن البقاع الطاهرة في عرفات. نعم صحيح. وبالتالي يمكن ضمان بحول الله أمانهم ويعني صحتهم في هذه التجربة الدينية.
نعم دكتور يوسف صفيان المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي، كنت معنا من السعودية، أشكرك شكرا جزيلا سيدي، كل عام أنتم دائما بخير. أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية جورجيا ميلوني دعم مجموعة السبع للمقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمتها خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في إيطاليا. وحذر قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إسرائيل من مغبة تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة بسبب هجماتها المستمرة، وطالبوا الأطراف المعنية بضرورة التوقف والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. كما أكدت قادة دول مجموعة السبع ضرورة أن تمتثل إسرائيل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. مجموعة السبع في بيانها الختامي للقمة المنعقدة في إيطاليا تؤكد دعمها لمقترح وساطة الولايات المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الأمريكي جو بايدن أكدا خلال اجتماعهما على هامش قمة مجموعة السبع الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل فيما يتعلق بالنزاع في قطاع غزة لإنهاء الأعمال العدائية وإطلاق سراح المحتجزين وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين في القطاع. كما تم التأكيد على أهمية استئناف عمليات السلام بهدف حل الدولتين. قادة السبع حذروا أيضا إسرائيل من مغبة تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل في قطاع غزة بسبب هجماتها المستمرة، وطالبوا الأطراف المعنية بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. المجموعة أكدت كذلك أن إسرائيل يجب أن تمتثل بالكامل التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الظروف بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. وفيما يختص بالقارة الأفريقية، قرر قادة الدول الصناعية السبع الكبرى التعاون مع الدول الأفريقية حتى تتمكن من النمو والازدهار بالموارد المتوفرة لديها على حسب تصريحهم. بيان قادة السبع أكد الالتزام المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وضمان أول الحقوق وهو الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة، أي عدم إجبار المرأة على مغادرة وطنه. رئيس الوزراء الإيطالية قالت أيضا إن القادة توصلوا إلى اتفاق للحصول على دعم مالي إضافي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا من خلال الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة. أعلن حزب الله استهداف وحدة المراقبة والعمليات الجوية الإسرائيلية في ميرون بالصواريخ وأنه حقق إصابات مباشرة. كما أعلن الحزب استهداف تموضعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه، وقال أنه تم إصابته إصابة مباشرة وأوقعوا من فيه بين قتيل وجريح. كان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من الجمعة تنفيذ 16 عملية عسكرية استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من حدود لبنان الجنوبية. التقى عشرات من قادة دول العالم في سويسرا في قمة حول السلام في أوكرانيا بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي وغياب روسيا والصين. وأعرب زيلينسكي عند بدء القمة عن أمله في التوصل إلى سلام عادل بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن كل ما سيتم الاتفاق عليه سيكون جزءا من عملية إعادة السلام الذي يحتاج إليه الجميع. وسعت سويسرا التي تستضيف القمة على مدى يومين للحد من التوقعات، فأعلنت أن الاجتماع يرسي الأسس لمسار سلام مع ترقب عقد اجتماعات قمة في المستقبل بمشاركة موسكو. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد في خطاب شديد اللهجة أمس الجمعة بالقمة، وطالب كييف بالاستسلام قبل أي مفاوضات سلام فعلية. دائما ختام نشرتنا تذكير بأبرز ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى. نحو 2 مليون حاج يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.
مقتل 8 جنود إسرائيليين في غزة جراء إطلاق صاروخ على مدرعة تقلهم، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37,296 شهيدا. انتهت نشرة الأخبار، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لكم على طيب المتابعة.